السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ الاخبار، الامور؟ ان شاء الله بخير ومرتاحين. طبعا كنت بالشارع وشفت عندنا مظاهرات صار لها يمكن اسبوعين، الناس دا تطلع دا تتظاهر، فراح اشوفكم الناس خطيه شلون يتظاهرون. طبعا هسه احنا عندنا مطر والجو شويه بيه برد، بس المشكله هاي الناس طالعه دا تتظاهر لانه يتظاهرون ضد الحكومه كندا مقاطعه نيو برانزويك، لان كل مقاطعه تعتبر دوله لحالها وقوانين لحالها. فاحنا هنا بمقاطعه نيو برانزويك المينيموم ويج الحد الادنى للاجور كلش قليل، كلش قليل، يعني بالساعه انا ما متاكد 100%، بس اعتقد هسه حاليا بالساعه ينطون $11.75 بالساعه. طبعا هاي $11.75 هاي علبه الدخان، هاي من تروح تشتريها ب $18، تمام. الايجار اقل شيء الشقه غرفتين وصاله التعبان يعني مال الناس الفقره تبدي ب $800 وانت صاعد، الكهرباء ارتفع، المي ارتفع، الايجارات ارتفعت، والدفع الاجور نفس المعادله نفس القيمه. فهاي الناس الطبقه الفقراء العامله طلعوا يتظاهرون، وضربات صار لهم تقريبا اسبوع، الموظفين، سواق الباصات، العمال اللي يشتغلون بمكانات، يعني كلها هاي خطيه بالشارع ومتقسمين بالمدينه، بس من يسمعهم؟ الله أعلم، ما حد يسمعهم، لا حكومة تسمعهم ولا أكو ناس دت يعني دت تتفاوض وياهم أو يلقى لهم حلول، فبيتظاهرون هم ومظاهرات سلمية. هسه راح أشوفكم خطية بالشوارع واقفين وراح أشوفكم مظاهراتهم. راح اشوفكم هاي مظاهرات، هاي الناس طالعة مظاهرات لانه المينيموم ويج الدفع لهم قليل، فطالعين خطيه مظاهرات وصار لهم 3 أيام اضراب. هاي المظاهرات اللي عندنا احنا الرسميه، هيج خطيه يطلعون مظاهرات والدنيا مطر، فهاي خطيه بالمطر. هاي المظاهرات والناس طوط لهم بالهورن على مود الدفع هنا بنيو برانزويك، الدفع بنيو برانزويك قليل، ما يدفعوا لهم الحكومة، يدفعون $11.50 بالساعة، والإيجور والإيجار والكهرباء والمي كلها ارتفعت. فريندلي هذول حتى سوى أضراب عن العمل، فيري سواق الباصات سوى أضراب عن العمل، الممرضات همين، النيرس يعني كلها مسوي اضراب عن العمل، والناس تزمر لهم بالهورن مناصرة لهم. فهذا اللي موجود عندنا، هاي مظاهراتنا، هاي المظاهرات مالتنا في كندا. اشوفكم على خير وسلامة في مال الله، مو مثل مظاهراتنا بالعراق.